أطلقت مديرية الصحة بوسوان القافلة العلاجية المجانية بإحدى قرى مركز إدفو، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتشمل القافلة 10 تخصصات طبية بالإضافة إلى توفير أكثر من 120 نوع من العلاج، حيث تم توقيع كشف وصرف العلاج بالمجان، وكذلك تحويل حالات تحتاج لإجراء جراحات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. احنا بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. القافله الطبيه هي الهدف منها الوصول بالخدمه الطبيه لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومه والاكثر احتياجا والمناطق البعيده عن الخدمه الطبيه. فكره القافله العلاجيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، بنروح القريه المستهدفه بننفذ فيها القافله زي ما قلت لحضراتكم على مدار يومين. احنا بنضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، بنضم صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان، عندنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، وعندنا خدمة الأشعة العادية وعندنا خدمة السونار. الخدمة بنقدمها بالمجان، بيتوجه المواطن للحصول على خدمة طبية أو بمعنى أدق لتوقيع الكشف الطبي في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي بيصرفه من القافلة بالمجان، محتاج تدخل سنوي زي ما بنقول، محتاج عملية جراحية من أصحاب الأمراض المزمنة، محتاج أشعة مقطعية أو منظار أو خلافه، بنحوله لأقرب مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان.